شغل بدي اطلع لبرا كذا نعطر نفسنا. انا صايم اليوم اول يوم برمضان. لا يا حبيبي لا لا، العطر في رمضان يفطر، يبطل صيامك. العطر، رش العطر، البارفان في رمضان. مش بالصحة الاخوان، هذا بقى غنتسطى. شي يقول لك يفطر، شي يقول لك لا، شي يقول لك لا مكروه، شو قال لك معجون الاسنان تاعو، قال لك كاين اللي تيقول لك شي فطر، تيقول لك لا ما تشربش. غنشرب انا معجون الاسنان؟ يفسد الصيام، لازم تقضي هذا اليوم، اقضيه يابا اقضيه. لا 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 يا حبيبي، العطر في رمضان لا يفطر، رش رش وتعطر برمضان شيء طيب. لا طب هذا هو اختيني، ما عرفت واش شنو، ما فهمتش ما فهمتش يا اخوان، اللي فهم شي حاجه يشرح، ما فهمتش. يفطر ولا يفسد صيامك؟ ايه نعم، فهمت علي؟ لا يفسد صيامك العطر. في بعض العلماء قالوا انه في رمضان مكروه، ولكن لا يبطل الصيام ولا يفسد الصيام. يا حبيب قلبي تعطر وروح على شغلك، ولا احلى من هيك، فهمت علي؟ ولكن للمرأة العطر يعني خارج البيت هذا يعني العلماء يعني توقفوا فيه، والعطر للمرأة خارج البيت لا، في بيتها ايه، ولكن في رمضان للرجل وللمرأة، في بيتك في كذا في كذا، انت بدك تتعطر، انت يا اخي بدك تطلع على شغلك، ما في شيء يا حبيبي، ولا يفسد صيامك ولا يبطل صيامك. والله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. الله يرحمه ويجزي. شكرا شكرا. If you're dating a Muslim guy and suddenly he disappears, you don't know where he is, you're texting him, you're calling him, he's not responding. Let me tell you why. It's because the holy month of Ramadan is starting and he's back on his deen. Yeah, هذا هو اللوجيك اللي ما كنفهموش هنا، فهمتي؟ هي قالت لك دابا كنتي مصاحبه مع شي واحد مسلم وبالك غبر، ما تخافيش، راه عندهم شهر ديال الصيام رمضان، حتى يدوز يرجع للديانه ديالو العباده ديالو ومن بعد يرجع لك. دابا هذا هو الحامه، انه شي حوايج كنا كنديرو قبل من رمضان، ومن يدخل رمضان ما بقيناش كنديرو. علاش؟ كنقولوا لا انا صايم حرام، انت راك عارفهم حرام وكديرو، انت راك عارفهم حرام وكديرو، حتى رمضان سبحان الله عاد كتكون صافي متصالح مع ذاتك، عارف انه ديك الحاجه اللي كديرها راه ما هياش، راه ما خداماش، ولكن يخرج رمضان كترجع ليها. مشكله مشكله، لا اله الا الله. الله يثبتنا الله يثبتنا يا اخوان. واحد النصيحه الاخوان بغيت نصحها لكم في هذا الشهر رمضان الكريم، الا كنتي ناوي تمشي تفطر عند شي واحد ما تمشيش، فطر في دارك، فطر في دارك. علاش؟ حيت لقيت اللي انت جالس غتفطر عند شي واحد ضيف، الكميه ديال الدعاوي اللي كتدعافك في الكوزينه راه لا وصلاتك، راه الدمار شامل. هذوك اللي كيعارقوا تما في الكوزينه وكذا، هذا علاش جاي، علاش هادي خصني ندير، هادي خصني ندير، شوف ومقبوله الدعوه، فطر في دارك، لبدها، تكمش، ما تمشي عند حد. نصيحه اتونسيو، هاي تسحرنا تسحرنا، وان شاء الله احنا نوينا الصيام باذن الله. يا الله بسم الله، يا الله مؤذن اذن. ها اذن اذن. شو اذان؟ اذن المغرب. المغرب اذان. اوه يا الله، واش كاين شي واحد تيلعس من السحور حتى الفطور؟ او هذا راه مات، انا نايم من الفجر للمغرب. يا الله صيامي باطل، صيامي باطل، انا نايم من الفجر، من قبل الفجر الى المغرب، الصيام باطل، هذا فسد صيامي. لا يا اخي صيامك صحيح، صيامك صحيح. ضريف هذه اللحيه ضريف 100%، ولكن انت مفرط في صلاتك، انت مفرط في صلاتك، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، وين راحت؟ اذا انت بتسال عن صيامك، الصيام شرعا صحيح. ودابا غتجي عندنا هاد المعاقيز يقولك شوف ونوض نصلي الظهر ورجع الناس، ونوض نصلي العصر ورجع الناس، دايزه ولا ما دايزاش؟ هانتوما الاخوان باقا 29 يوم على العيد، ما شاء الله ما حسيناش برمضان، كتلقى عندنا عاده صافي ضراب الشهر كامل.
وا رمضان شحال زوين ما حسيناش به كله راقد. ولكن انت مقصر ومفرط في صلاتك يا حبيب قلبي، دير بالك دير بالك، الله يرضى عليك. الاير فراير هل هي مفيدة او مضرة؟ تبع معايا تفهم. شهرت فكرة الاير فراير لانه الاير فراير نستعملوا فيها شوية زيت فبالتالي راح تكون صحية، ولكن المعلومة اللي ما قالوهاش للناس ان الاير فراير تسبب حاجة اسمها الكروس كونتامينيشن، يتم فيها انتقال معادن خطيرة جدا جدا للاكل تاعكم بطريقة مباشرة. اخشي هذا الفيديو هذا هانتي هذا الفيديو هذا خصي دابا تيلي كدوزي تكون شي وحده باقا ما شارياش غادي تحبس هذا الفيديو ما تكملوش باش ما يسمعش راجلها، وكاين شي وحده اللي يلاه شريتها تقول كاع تشريتها عاد وليتي تقولوا خطيره فهمتي. ما تقوليش هذه الهضره في رمضان، ما تقوليش ان الاير فراير وما سميتها خطيره في رمضان. انه في العاده نحطوا الاكل تاعنا على حاجه اسمها نو ستيك كوتينغ او التافلن، ثبت انه ينتقل بطريقه جدا سريعه وخطيره في الاير فراير لانه درجه الحراره تكون جدا عاليه. قاو باللي الاكل اللي مطيب في الاير فراير يكون مليء جدا مواد اسمها البي اف ايز بالانجليزيه يقولوا ما تحمقوا راسكم هذه المواد فهمتي، والغالبيه تلقاهم يلاه شريوه مساكن يعني تطلع لهم الفيديو مع جمال الفا واش بغيتي عندنا جمال. سبب امراض سرطانات تدمير الكبد الغدد وحتى العقم. وشنو الحل؟ إذا كنت راح تستثمري وتشري الاير فراير فننصحك انك تشري هالنوع تاع الاير فراير اللي يكون الباك تاعها اينوكس يعني ستانلس ستيل 100% ماشي فقط تغليف. واذا طفرت واستثمرتي في الاير فراير هاديه ولقيتي باللي لاباس تاعها تافلن ولا نون ستيك كوتينغ فننصحك انك ناتوما الخوتة الشركات ديال الزيت دايره خدمتها قولوا كيتحركوا هذا غا طيح عليهم البق. واو داك القمل ديال البحر كيعيش فم الاسماك يا خويا، تقسم مع الماكل الماكله ديالك ياكلها كيبقى ليها في المعده ديالها شمشون فهمتي شمشون. يلا حرام يا خويا خبيت خبيت فهمتي خبيت. تقول لي برغوت السمك خالص، تعال اقول لك على حاجه مرعبه. ماشي ماشي وانا مسؤول عن كلامي. انا مسؤول عن كلامي اللي انا هقوله ده. لو لقيت ان برامج التواصل الاجتماعي بتجيب لك عيادات لعلاج امراض معينه ارجوك روح اكشف. تاني شاشات ناوي هذا طيب. لو لقيت ان برامج التواصل اللي انت بتدخل عليها جايبه لك علاجات لامراض معينه بترشيح اكتر من مره، لو سمحت حضرتك روح حلل، لان لو انت جايب لك اعلانات مثلا انت عندك السكر او انت عندك الضغط او عندك اي حاجه محتاجه علاج هتلاقيها موجوده عندك. لا بلاتي دابا بغيتي تقول انه دابا انا الى طلعوا لي مثلا شي عياده مثلا ديال القلب ولا كذا نمشي نكشف راه واقيلا عندي القلب، راهو ما عرفوا انه انا مريض، داروا لي هما السكانير داروا لي التحاليل. وبلاتي انا مؤخرا دابا كيطلعوا لي انا العيادات ديال التجميل شنو كيحشيو لي الهضره ها شنو 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 غندير العيادات ديال التجميل اسنان كدا نيف شعر دا كيحشيو ليا الهضرة. ايه رأيك؟ رأيي في والله ان هذا الكلام حقيقي والناس تجرب، برضو انا بأكد لك الناس تجرب. هم وصلوا لمرحلة الناس مش متخيلاها، هو مش بس بيقدر يترجم الإشارة العصبية بتاعتنا، هو كمان بقى عنده تحليل كامل لجسمنا والأمراض اللي موجودة عندنا. حتى ولا شكل ديما كيطلع لي إشارة ديال الدوالي ما كاين والو دايما. برضو انا باكد اهو علشان محدش ياخد جزء من الكلام. هتلاقي ان انت لو عندك مشكله في معدتك من غير ما تتكلم وتقول لحد انا معدتي تعباني جايب لك العيادات المسؤوله عن المعده او قرحه المعده او الم الاسنان لو انت اسنانك وجعاك. طب عرف منين وانت ما اتكلمتش وما حكيتش مع حد وما اتكلمتش في التليفون وما بحثتش عن ادويه؟ انا بقفل لك الباب خالص اهو. ايوه يعني ايه لا ده خوتنا نقول لهم خدمين معاهم جنون ولا شنو لو جيت تصنتولينا ولا شنو تيمشي وخدموا معاهم تا هما ما بقيتش فاهم والو انا. يبدا صوت الصفير يرن في اذنك ولكنك تعرف السبب تفهم الرساله منا. شنو هو الاخوان السبب ديال صوت الصفير اللي تيكون في الاذن؟ كتسمع بحال واحد الصفيره طنين تيكون في الاذن. شنو السبب ديال؟ انا نقولك السبب ديالو ثلاثة ديال الحوايج. أول حاجة باش تكون مريح بوحدك كتسمع شوية صفار في ودنك، هذاك جن
بغي يهضر معك، بغي يوصل لك رسالة، وقف حداك بغي يهضر معك. ثانية ديك الساعة ضربتك واحد العين حارة، عين النيت. ثالثة شي مشعويد خدام في السحور تيدير ديك الساعة السحر، كيسحر لك. يعني اين فوا تسمع صفير في ودنك عارف انه كاين جن باغي يتواصل معك. مساكن تخلعوا يا اخي، راه الهضره ديالي فري ما كنضحكش. طنين الاذن باش نفهم انا واش كيسمعوني من هذا المايك، كيطلعوا لي الفيديو من وراه نيشان وما فهمتش. اول ما تشوف اذنك تطن او بدا تطلع صوت صفاره فمعناته انه في طاقات سلبيه قاعد تتواصل معك، عين حسد، سحر، احد قاعد يحش فيك، بالعربي يحاول هذه الطاقه السلبيه انها تخترق حالتك عشان تاذيك. فانت اول ما تشوف اذنك تطن على طول اذكر هذه الايه من 7 مرات وانت طالع، واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. كررها 7 وفوق، تقوي حالتك، تمنع الطاقات السلبية أنها تتواصل معك، عين حسد، سحر، أيا من كان. هذه الآية معجزة جدا في حياتك. عندك سمع شي نهار طانين ديال الأذن تقول لي خرج خرج دوي معايا، كاين مساخير. يلا حرك حرك دابا عاد فهمت علاش هم النساء أكثر من يتبعون الدجال. شوف انظر يلا حرك واضحك. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الحيوان الذي يصوم رمضان مثل الإنسان؟ إيش السؤال؟ ما هو الحيوان الذي يصوم رمضان مثل الإنسان؟ سهلة ويلي، ما تقولش ما عارفهاش. حيوان يصوم رمضان مثل الإنسان؟ إيوه. إنسان إنسان؟ إيوه. لا خطأ، ما في. ما في حيوان يصوم زي الإنسان. حيوان يشوف أي شيء قدامه يأكل الأخضر واليابس. لا كين كين. متأكد ما في؟ متأكد 100%، وتحدى متابعينا كمان يجيب هذا الحيوان. كين كين، الأسد يصوم رمضان كله. مشيني وتيم ساحتي صلي التراويح. مالك شي ما فراسك هادشي؟ انا مريض. الاسد يصوم رمضان مثل الانسان، ما كتشوف فرق على البلاد. تيك توك رسميا ابراهيم دياز يختار تمثيل المنتخب المغربي على منتخب اسبانيا. نجم كبير راح يفرق مع منتخب بلده كثير جدا جدا. دياز من اللعيبة اللي أحبهم. القرار النهائي رسمي، إبراهيم دياز حيمثل المنتخب المغربي. ودابا شو الفرق؟ الجزائر غيموتوا بالغدين. إبراهيم دياز كيلعب في مدريد واختار المغرب. ياسين عدلي دكا السي ميلان وقال لك أريد اللعب على مستوى عالي، ما بغاش يلعب مع الجزائر. فرق كبيرة، فرق كبير. ولكن فهمتي كلمة إنصاف حق الجامعة، فهمتي تقاتلوا، فهمتي تقاتلوا صبروا عليه وكذا. يعني برافو نايس. شريتها وطلعت منا، طلعت ما منها فايده وخليتها تبخر لي المكان. لا انا بحال موكا ما نخليهاش. دابا نتخيل انها تدخل لهنا الزربيه غطيح شعليا العافيه في الدار كامله. انا من نهار الفيديو اللي كنت تفرجوا معايا فيه ديال السيده اللي خرجتها قدام الدار شعلها فيها العافيه، من تما انا وليت تنخاف من هاد الاجهزه هادو بالرجوع. رجل الفلك الكويتي عادل السعدون يقول اذا ثبت ان غدر رمضان انا اعتزل اي تصريح عن رؤيه الهلال. والدكتور السعودي خالد الزعاق يقول بكره رمضان كلاسيكو. يا الله ايش تتوقعون؟ تقول شي في كلاسيكو السعودية تاوما علام وحق الرب. هناك اتصالات بينه وبين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأعطى الكثير من الإشارات الإيجابية حول التحاق. الجيران مفقوصينه فيهم حال،
لك علاش عاد لي ما يجيش الجزائر كما دار برايم دياز بالمنتخب الوطني الجزائري. الان بعدما بدا يضع نفسه في تغير خطاب هذا اللاعب ناحيه المنتخب الوطني الجزائري، هذا النفاق الكروي هو الذي نايس الله يعطيك الصحه. والله لا بلان برب نايس بحال موكا بغينا اشاره شي يوليو يبانو في كازا بحال موكا فهمتي بان داك الشيء واعر برو لا شي هذا ماشي مغربي ماشي مغربي هذا ماشي سويلح يا والله لا هو بالله لا ماشي اصلا اوكي شفت فيديو في تيك توك ديال واحد كيقاد سينما غير في الدروغري او بوالو ايوا اليوم غنجربوها والا صدقات غادي نحقق الحلم ديال صوفيا يلا نشوفوا سا رياكسيون هادي بروس افيك تو غادي ندير بك البروشات وي سي فيني با سا خرج الخلا غيدير سينما وا لا جهد عنده تبارك الله كيفاش بقى ساد لا عينيه من الصباح حتى العشيه الناس عايشين في مروكو هادشي خبر القيد ما وقفوش عليكم خاسنيه اخويا الله يخليكم بعضياتكم الله يسهل عليكم شوف هذا واو يمكن صاحبي اول حاجه فكرت فيها يوقف عليا القيد بقرا موراك لا تسوس ياه على حياتي او برو ما تقولش هي غتاكل مورا او ماي جاد كلا ناري ما يمكنش انا بلا شي واحد قال لك انا عايشه معايا بقره في الدار اول حاجه كتفكر فيها هي انه فهمتي بوزنيقه هذا فعلا حرفيا عايشه معاه بقره في الدار حرفيا نعم تشرب الحليب او كاك بس تاكل leave me one little never mind yeah it's gone you ate all my breakfast you cannot have my milk الله يلا الحلمات اللي كان حلم بحلمك Bruce no this one's for me Bruce you ate the last no Bruce I'm not gonna have any breakfast لا اله الا الله لا اله الا الله مزيان مزيان يطلعوا لنا بحال هاد الفيديوهات مزيان وهي ماشي شروط زعما كاين يا ماشي يعني سمعتي شروط غادي تسمع بحال غادي يطلبني نقول لهم عطوني الملايين ولا عطوني النص ديال باغي يلبس رقم 10 قميص رقم 10 عقلوا عليه قميص رقم 10 قال لك يلبس ال10 في المغرب كاع ما كيطفروا هو اللي غادي يلعب داخل المنتخب المغربي وكنعرفوا ديال امين حارث يعني امين حارث ما يبقاش يلعب هذا رقم 10 وشنو هو الشرط الثاني اللي طلب الجامعة الملكية المغربية انه خاصو يشارك نعرفو كل نعرفو كلنا قلت لكم ديك المره فاش ترجمت لكم الاستجواب ديال الاخت ديالو يوم الثلاثاء الماضي هذاك ستريم ديال رودريغو كان قال ليها زعما كان يعني لعب مع منتخب اسبانيا في جميع الفئات العمريه وهو كان ساهم في تاهل المنتخب الاولمبي للالعاب الاولمبيه ديال طوكيو 2020 ولكن للاسف لويس دي لا فوينتي محيدو من القائمه لايحه النهائيه وكانت قالت بان الاخ ديالها اجهش بالبكاء بقى في الحال
يعني يحس راسه بالشمتة. لهذا كتعرفوا بأنه ما من يختار منتخب مغربي ما يشاركش في اليورو، كان من الحلم دياله مع منتخب إسبانيا يشارك في اليورو ويشارك في كأس العالم في التظاهرات الكبيرة يواجه منتخبات عالمية، ولكن دابا من يختار منتخب مغربي ما يقدرش يشارك في اليورو، ولهذا الشرط دياله يشارك في الألعاب الأولمبية. من حقه، من حقه، آه من حقه، عادي، مزيان مزيان يلعب في الألعاب الأولمبية مزيان. بقى نص ساعة للمغرب برايوات ولا ولي على الرمي كيش يدير لها بق بق بق. هذا أخونا مولف يفتخ أكثر واحد يسرع لك برايوات اللي كيفتخ الجوانات أتين شو الرمية شو الرمية ساقلت بيعو سخسخسخ بيعو مصيبة. الناس اللي كيتفرجوا فينا من غير المغاربة شنو كتسميوها دي في بلادكم؟ شنو كتسميوها في بلادكم هذه؟ حنا كنقولوا لها برايوة انتي برايوات، شنو كتقولوا لهم نتوما في بلادكم هذو؟ الناس اللي كيخدموا السياحه ديال بصحه مصيبة دا بقى فيهم حال لاش يتشال المغرب مرة ما غيلعبوش نبع لاش رها هو بدأ دا بالضغط حيث خاصو تا يلعب معك ثلاثة الماتشات عاد تقول صافي سي اوفيسيال. المشكلة انه ما كيش مشاركة رسمية عا ماتشات ودية يعني ربما تقدر ما تحسبش خاصو مشاركة رسمية. Bueno, lo teníamos un decidido, lleva tiempo trabajando en ello. José Álvarez, bueno, Edu, ¿qué tenéis? ¿Por qué? Al final. Yo he podido hablar con su entorno esta misma noche y vale. Me han definido la situación con la Federación Española. Bueno, me han dicho que hay una pasividad total con Brahim por parte de la selección, que no le han llamado ni el entrenador en ningún موضوع خطير احسن من تصورون. ذلك حرص على الذهاب لحلق معروف بنظافته وتأكد استخدامه شفرة موز جديدة لأنه قد ينتهي بك الأمر مصاب بمرض نقص المناعة. الله لكن كنعرف شي ناس الإخوان وشاري الماتيريال باش يحسن وجهه وشعره عنده هو وكيمشي عند الحلاق ديالو كيعطيه داك الماتيريال تيقول لي هادشي حسن ليا به قسما بالله يسالي صافي تيعقم داك الشي كدا كيسد اللعيبة ديالو كيدي عاوتاني فالو داك الشي فراش وكدا واللعيبات كاملين ديالو ماشيني ماجيبش ليا شي حاجة دوزتي على 60,000 واحد يدوز عليا تاني على راسي. الله يسر أخويا الله يسر. من صدمة أضحك ولا أبكي. الدري شبه لي شي واحد مشهور ما عرفتوش شي واحد واش هينيدي ولا أنا مشبه لي شي ممثل ما تشكون يا صافي هذا خلينا مفرانا طيبين صافي واجدين يا طبعا ولا كل اللي عملت هي بقى الله يا حجة تبارك الله عملنا فطار اول يوم رمضان كل سنه وانتم طيبين ما شاء الله. الحمد لله بدا المغرب تبدلات العقليه تبارك الله عليكم مابقاوش الناس كيبارطاجيو المائده ديال رمضان. الاخوان المصريين تيقولك مصر ما تيموتوا بالجوع ما عندهمش تبارك الله شو المائده كي دايره بسم الله ما شاء الله ما شاء الله حمام دايم مرحب ولا تكربط يا اختي. والله انا دايما اقول مش كل اللي طبخت نفخ ايوه طبعا ولا كل اللي عملت هي بقت ام رحاب والمحشي واللحمه والحمام والذكر البط ابو الله لا عيب بالله بس كده ما الله لا عيب ذكر البط العسل دي
محشي ايه؟ استني كده، الذكر البط ده مشوي، مشوي بايه؟ بالكبد والقوانص، شايفه المنظر ده؟ مشوي بايه؟ بالكبد والقوانص، انا شوياه بالبرتقال. الذكر البط ده استنى لما اطلع ده كده خالص، ده كده كسره الذكر البط، شايفه يا عسل؟ انا ايه؟ صافي خلي الراجل شيك، وانت قصدك تفصلي عنه، حيد عليا. من الاخر توقع لي شي حاجه، اقسم بلا اله الا الله. من الاخر واحد قرب قلت لك خطيره مريدين مره ثانيه، لكن الحين وانت اهدل الغزال السبيع شوي الغلايد. بعد الفرحه الكبيره حدثني عن فرحه الفوز، حدثني عن اللحظات السعيده اللي اليوم الكل عاشها، جمهور الامارات، اللاعبين، نحن كاعلام، فرحه كبيره دخلتوها في القلوب اليوم. شوف اول شيء نسيت انا ما قلتها في التصريح السابق، بشكر سمو الشيخ عزاء على الدعم اللي اعطاه لسفيان من اول ما حضرت للدوله هذه، دوله الامارات، وانا اخذ دعم منه، لا هو لا سعادة محمد بن تعلوب اللي اعطوني ثقه وهذه لهم الفوز لانهم يستاهلون، وب كما كنقول يعني بمجهوداتهم اليوم احنا في نصف النهائي في اسيا، ها ظرف ثلاث سنوات، يوم ما جيت اول سنه جيت العين، يعني الاستراتيجيه اللي هو يمشي بها العين اننا بعد ثلاث سنوات لازم نكون في نهائي اسيا، الحين احنا في النصف. الله يسهل عليك اخويا، كل احترام وتقدير لهذا اللاعب، عنده شخصيه قويه مع كامل الاسف ما كانش في كاس افريقيا. تبارك الله على الغلايط. بوضع زجاجة ماء عند باب منزلك واستعد لمشاهدة التأثير السحري الذي ستحدثه. لا أعلم كيف لم أكتشف هذا من قبل، لو كنت قد عرفت هذه الحيلة مسبقا فلربما كنت قد تجنبت الكثير من المشاكل المنزلية. كل ما تحتاجه هو زجاجة ماء سعة لترين، قم بفتح الزجاجة واملأها بنحو لترين من الماء. لا يمكنك تصور القوة التي تتمتع بها هذه الزجاجة البسيطة من الماء عند وضعها عند باب منزلك. ستساعدك هذه الخطوة في تجنب العديد من المتاعب. سأوضح لك كيفية استخدامها بشكل صحيح. تديروها بزاف في أوروبا، تحطوها بزاف قدام بيبان ديال الديور ديال. وأين يجب وضعها لتحقيق أفضل النتائج؟ منذ اكتشافي لهذه الطريقة لم أعد أستطيع الاستغناء عنها. بعد ملء الزجاجة قطع قطعة من ورق الألمنيوم إلى ثلاثة أجزاء. ستحتاج إلى تحويلها إلى كرات صغيرة، فعليك سحقها جيدا ووضعها داخل الزجاجة مع الماء. هذا الجزء أساسي للغاية وستدرك لماذا. تذكر أن الزجاجة يجب أن تكون شفافة لتحقيق أفضل النتائج، ولا تستخدم ألوانا أخرى كالأخضر. بمجرد إضافة الكرات قم بإغلاق الزجاجة وستكون جاهزة للاستخدام. ربما تتساءل لماذا يجب فعل هذا ووضعها في مدخل المنزل. ببساطة عند وضع هذه الزجاجة في مدخل المنزل ستتجنب أن تبول الكلاب بالقرب من باب منزلك، لأن بول الكلب والرائحة الكريهة يتسبب في التآكل، ولذلك ستتأكسد باب منزلك بسرعة. تعكس الزجاجة الماء وورق الألمنيوم، وهذا الانعكاس يشوش على صورة الحيوان فيصاب بالخوف ويهرب. يتم استخدام هذه التقنية كثيرا في البلدان الآسيوية مثل اليابان، حيث ستجد في كل 10 منازل على الأقل 8 منها تضع زجاجة واحدة أو أكثر عند مدخل المنزل. كلما زاد عدد الزجاجات كان أفضل، ويمكنك وضعها في أماكن استراتيجية عند المدخل كما يفعل معظم الناس، أو في حديقتك إذا كانت حيواناتك الأليفة تعتاد التبول هناك. احنا مشاش عندنا اللاو يجيبوا الحتال مش ديالنا احنا، او مشكلة احنا درنا قدام بيبان الجيران يقولك راك داير السحور قدام الباب. شوف شي يهضروا يضرب شويه ما خلصوهمش مزيان، فهمتيني؟ ولا شي يقولوا فهمتي النفس ديالهم ماش صافي. يجنن يحبل يمور خيال تنزيلات ناكشه جديد كله رخيص داخل كيس يوم الخميس ما حاملينش راسهم كاع، ما حاملينش راسهم. هادو يصوروا فيلم يا لا ديكور. واه كنحس براسي مكلخ اصاحبي. اول مره كنعرف انه الطوموبيل كتكون مزروره، انا كنحسب هي راه كتكون غاده والكاميرا راه فواحد الطوموبيل قدام ولا بجنبهم. الصراحه راه كاينه الخدمه،
من هذا المنبر تحياتي ليكم. هذا سي مسكينة هي صاورة معاكم. الله إلا كان كيحسب لي يا خويا كتلقى الكاميرا تابعاهم في شي طوموبيل. الله إلا أول مرة كنعرف هاد المعلومة هادي. My life has not always been entirely a bed of. دابا قالك لم تكن حياتي دائما مفروشة بالورود. فعلا كانت مفروشة بالدولارات. شنو غتعطيني دابا موتيفاسيون؟ Roses. I've also experienced the pain of thorns. I faced many health crises since childhood, but my father and mother. فعلا الصحة والسعادة ما تشتري بالمال. فعلا أرى لي الفلوس. Have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me. أنانت أمباني عريس القرن ونجل أغنى رجل في آسيا ظهر بزيادة كبيرة في الوزن خلال حفل ما قبل زفافه والتي كشفت عن معاناته في من ضريف فهمتي من ضريف المشاكل ديالهم كتكون كيوت واحد المشاكل زوينة تخليك ديرها مسكين ويبقى فيك أما سبحان الله أصحاب الفلوس كلهم كيتشابوا حركة تقريبا لسنوات مع المرض أنانت أمباني والذي يبلغ من العمر 28 عاما يعاني منذ كانت مفروشة بالورود كانت مفروشة بكريم كاراميل طفولتي ماذا ماذا ها واش كيصرعهم يلا هو تيصيف الدبدبات للجن باخ بنادم تيطيح واه شي كيطلع ليا انا متابع مقيت في التلعبه طيوطا تويوتا موديل 1982 باغي ديماريها يا اخويا بعد مني ما شاء الله حصيله نصف ساعه ها ما شاء الله الحمد لله الا جيت تمشي الليل البارح شفناه في داك الفيديو ما قلتش كاع شنو سميتو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يجعلها مباركه ما شاء الله رائحتها زكيه ما شاء الله حصيلة نصف ساعة ها ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شنو الفقع ولا شنو كان فميت شنو قال لينا البارح الفقع وقيل ياك الله يجعلها مباركة ما شاء الله رائحتها زكية واش حالات ولي دابا طلع لي هادي اخويا وما عارف اش ديالاش يا السلام عليكم ورحمة الله ماشي قبل ما يقول ناضو قبل ما يسلم قبل ما يسلم ناضو شوف السلام عليكم ورحمة الله اخويا ما كرهناش احنا نمشيو داك المقام ما كرهناش رونالدو شبه لاعب والله اقسم بالله ان رونالدو شبه لاعب والله انه مو لاعب عاد تخاف لا شو دابا الدري اللاج ديالو شحال وتقول رونالدو ماشي لاعب هي الفلوس اش كدير هذو الخذلان اقسم بالله انا سجلها اللي قدام المرمى والله انا سجلها طيب خذلان خيبري انت صفقوا عليه اقسم بالله ان رونالدو والله رونالدو صقع يا اخوي كيجي عفوا المغاربه مع الدوزر في ميت القالي شي مغربي ما كيطفروش مسكين اول شيء والله اشتقنا للساطي حمد الله يا الله ما تقلبوا على رونالدو ولا باغي حمد الله عمو لو باغي دابا حمد الله انت كنا موجود تشبعوا فيه سبان ثاني شيء لو غارسيا مع زيد العناصر ورب الكعبه لنفوز والله الاول على الدوري وكاس اسيا وابطال اوروبا وكاس العالم والمنتخبات لكن المتخاذل كاسر برا ورونالدو برا والله العظيم حرام الساطي حمد الله ما يقعد مع النادي ورب الكعبه يلعن ام القمر اول شيء والله اشتقت علامة الجمهور وحق الله يا
تما واش مراضي واش مراضي ناصح واش السبع اللي جابها من كين شعصع غيخلعوا جمهور الاناشيد ترى هادشي راه عاد انت سفيان راه هادي راه كضحكوا لو كان الصايم بلا سحور صباح يصبح واش ما كيفيقوكس داركم السحور زيتكم زايد نقص رمضان 2001 صوم بلا سحور لو كان الصايم بلا سحور ها ولكن انت ما بغيتيش تفيق عينه معاك نوضو فيك نجرو ياسمين تجر انا نجر نعيط حتى ديك ياقوت اللي ما كتحملكش قلتي انت ما كتحملكش جوج صندالات باش الشيره تاعك باش تفيق ما بغيتش انا ما بغيتش نفيق درك انا درك نصوم دابا اليوم صارني زرقين لاصقين مع بعضياتهم هك انا درك نصوم انا بلا سحور ياك كون قلتي صبحتي طبيب كاع ومصار نفلسقو سير قول عاد بالله مشراجين فضحتين على الناس واه كانت عندنا بحال هذه في الدار واه لي ذكريات الله الا كانت عندنا بحالها في الدار يضحكوا علينا راه النهار الاول هذا الناس اللي كيصبحوا فيه فرحانين سير توضى وصلي وقول عاد بالله مشراجين كونوا فرحانين ايه وانت شكون اللي خاصه يفرح انا ولا انت شكون اللي دار الزبده البارح ديال البطروط ها المسمن ها البغرير ها الشباكيه ها المخرقه ها السلو انا ري خويتي انا ري شت الراجل سير كيعد لي على الصباح وبصحتي خويا براحتي شكون كيعجنوا لكم وشكون كيتختخ ويمد لكم ويعطيكم شكون ياك ها آه. انت ضربي غلقه وانا لا كيفاش ضربي غلقه وانا لا انت تصبحي صايمه مسحره وهنا صايم كرشي زرقاء ها ويلي علابو كرش غيفضحني وسير سير نوح لي سير هذه هي تسلمي تاع العزيزه وسير لي ونوح ياك هذه هي تسلمي سير ندب الحمد لله واحد الحاجه دابا اللي لاحظتها ودابا انا جالس كنتصنت تقريبا هي هذه دقيقه ما كاينش داك الضحك الباسل وشحال من نوطات قالت زوينه مظريفه ما كاين حلو وحده قالت لهم واحد زائد واحد شحال كيساوي شحال جوج ها هو حوار دايز بلاديك راه ما كيضحكناش راه ما كتضحكناش ديك صافي قول الكاك ديالك وهنينا صافي كنا غنضحكوا راه غنضحكوا